السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل مع بعض محفظه للفضه من بواقي الخيوط. هستخدم فيه خيط مكرميه تركي، سمك الخيط ده 2 مللي، هشتغل بإبرة 3.5 مللي. ينفع تشتغلي بإبرة 3 وينفع تشتغلي بإبرة 4. هسيب لكم لينك جروب الخامات في صندوق الوصف. الخيط فيه منه ألوان كتير قوي حلوة وإن شاء الله تعجبكم. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس، تسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك إيه في المحفظة، بتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أعمل عقدة بداية وهشتغل 10 سلاسل. لو عايزة المحفظة اكبر من كده بتكبري العدد ده. ستة سنتي هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في الظهر هنا غرز حشو. اشتغلت 10 غرز حشو، هرتفع سلسلة وهشتغل السطر التاني تحت الحلقتين، هشتغل فوق ال10 غرز، هشتغل 10 غرز حشو. اشتغلت كده السطر التاني، هرتفع سلسلة علشان اشتغل السطر التالت وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل غرز حشو. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل السطر اللي بعده لحد ما اعمل 8 سطور ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت كده 8 سطور، العرض بتاعهم 6 سنتي والطول 5 سنتي. هشتغل حواليها كده بغرز الحشو. اخر غرزة اشتغلتها هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان، وكل سطر من السطور دي هشتغل حشو. خلصت كده السطور دي، هاجي هنا في السطر اللي هنا ده في اول غرزة فيه هشتغل حشو وارتفع سلسلة واشتغل في نفس المكان حشو بالشكل ده. هكمل هنا في كل سطر في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لعقدة البداية. اشتغلت لحد ما وصلت لعقدة البداية والغرزة اللي في الزاوية دي هشتغل فيها حشو سلسلة حشو. وهكمل هنا في السطور دي في كل سطر غرزة واحدة. كده خلاص انا خلصت القطعة زي ما انتوا شايفين، حوطتها بغرز الحشو. فاضل بس معايا اخر غرزة، هفصل الخيط وهقفل القطعة بالشكل ده كده. هشتغل قطعة وهقفلها.
اما القطعة اللي معايا دي هتبقى القطعة التانية، هاجي هنا تحت الحلقتين وهشتغل حشو بالشكل ده، مش هفصل الخيط في القطعة التانية. هرتفع سلسلة وبعد كده هرتفع 8 سلاسل. السلسلة الارتفاع دي مش بنشتغل فيها، احنا بنرتفع فوقيها 8 سلاسل. كده انا ارتفعت 8 سلاسل ومعايا اصلا سلسلة ارتفاع. هجيب القطعة التانية اللي انا خلاص نظفتها وهاجي هنا في الظهر في اول غرزة فوق، بيبقى الداخل كده قصاد بعضه، والقطعة اللي انا اشتغلت عليها حشو بالشكل ده هتبقى من الخارج، انما الظهر من جوه الاتنين هيبقوا قصاد بعض بالشكل ده كده. وهاجي هنا في اول غرزة اللي هي كانت سلسلة وهعمل غرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل بالشكل ده كده وهشتغل 2 منزلقة في أول غرزتين. أول غرزة هشتغل فيها أدي منزلقة وتاني غرزة برضو منزلقة. بعد كده هشتغل 4 حشو، 1 2 3 4. بعد كده هشتغل 2 منزلقة، ومعايا هنا السلسلة الارتفاع اللي قلنا عليها مش بنشتغل فيها. هقفل هنا، سيب اول غرزة وهشتغل هنا في تاني غرزة، هدخل كده تحت الحلقتين واعمل منزلقة بالشكل ده كده، هلف الشغل والاتنين هيبقوا فوق بالشكل ده كده، وهرتفع سلسلة وهشتغل 2 منزلقة على الاتنين منزلقة اللي احنا اشتغلناه، 1 2. وبعد كده هشتغل 4 حشو في الحلقة الخلفية. احنا بعد كده شغلنا كله اللي جاي في الحلقة الخلفية، 2 3 4. هيتبقى معايا 2 هشتغلهم منزلقة، هنزل هنا هسيب الغرزة طبعا اللي انا طلعت منها وهنزل هنا على تاني غرزة اعمل منزلقة بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل على اول غرزتين منزلقة، هشتغل منزلقة 2 منزلقة. بعد كده هشتغل 4 حشو، اتنين منزلقة. بعد كده هقفل هنا، هيبقى هقفل بقى في القطعة دي على طول، هقفل من الظهر، هدخل هنا تحت الحلقتين في الظهر كده واعمل منزلقة، هرتفع سلسلة هلف الشغل وهشتغل 2 منزلقة، 4 حشو 2 منزلقة. وهقفل القطعة هنا تحت الحلقتين بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل
وهشتغل برضو 2 منزلقة، 4 حشو، 2 منزلقة. هكمل كده لحد ما اخلص القطعة كلها واوصل لحد هنا. كده خلاص انا خلصت القطع كلها، دلوقتي هحوط القطعة دي بغرز منزلقة. هشتغل القلاب بتاع المحفظة، هشتغل بنفس عدد الغرز اللي بدأت بيه، بدأت ب10 سلاسل وسلسلة ارتفاع، هبدأ بنفس عدد الغرز. كده ارتفعت 10 سلاسل وهعمل كمان سلسلة ارتفاع وهشتغل عليهم 10 غرز حشو. اشتغلت 10 غرز حشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين حشو، وهكمل 10 غرز وارتفع سلسلة واشتغل السطر اللي بعده. هستمر كده لحد ما اعمل عدد سطور لقلاب المحفظة. ارتفعت 14 سطر وحوطتها بغرز الحشو. الطول بتاعها 9 سنتي والعرض بتاعها 7 سنتي. هخيط بخيط بلاستيك، ده خيط صنارة، ينفع تخيطي بأي خيط خياطة عادي.
وكده حبايبي تكون المحفظة خلصت معايا. هتاخد معاكي من 40 ل 60 جرام خيط مكرمية قطن. ما تنسوش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبيلي كومنت وقولي لي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.